مؤتمر دولي إسلامي عقد في مكة المكرمة مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات وبتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبمشاركة 150 عالما ومفتي من 85 دولة حول العالم. المؤتمر يعني يعالج بعض المشاكل التي تطفو على السطح في العالم الإسلامي، وحصل الآن ولله الحمد إجماع تقريبي على التعاون والتواصل والتقارب بين جميع المسلمين من خلال أولا تبني القيم الإسلامية المعتدلة الوسطية، الدعوة إلى الاعتدال والوسطية، نبذ العنف وأسباب العنف والإرهاب بأسبابها، أيضا التعاون جميعا على توعية الناس وتنبيههم وتحذيرهم من ما يخل بعقيدتهم، وأن يأخذون من يعني معين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح. سبع جلسات دارت داخل تلك القاعة لخدمة الإسلام والمسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب ومكافحة التطرف والإرهاب وغيرها. اليوم جرت جلسات أكاديمية كثيرة، خصوصا الجلسة الأخيرة الاعتصام بالكتاب والسنة. وفي العالم الشبان ينحرف باسم الأحاديث باسم السنة إلى الغلو والتطرف، وهم يدعون أنهم يدافعون الإسلام والمسلمين والسنة، لكن وهم يهدمون الإسلام والسنة النبوية ومعالم الثقافة والحضارة. نحن بحاجة إلى تأليف القلوب والتعاون والترابط، ونعمل جميعا في منهج سليم على منهج السنة الجماعة المستمد على الكتاب والسنة، وهذا منهج السلف الصالح، ونحن سعداء بهذا اللقاء العظيم. جهود سعودية تبذل لخدمة المسلمين من شتى بقاع الأرض وإيصال الرسالة الدائمة بأن الإسلام دين الاعتدال والوسطية والتسامح. من مكة المكرمة، نزار العلي، MBC.